رشيت اللي في دماغك وجبت امي بره عشان تكبر الموضوع اكتر ما هو كبير. ليه هو انت عملتيه ده شويه؟ شويه؟ ده انت ليلتك بيضه النهارده. انت استقعد بقى في اللي جاي بقى. تبيعي العفش وتجيبي عفش من ورايا؟ ايوه. ليه يعني؟ انت متجوزك جيز جوازه؟ جاي جايب امي عشان تكبر الموضوع. انا كنت كريمه. انا اجيب عيلتك كلها. كنت كريمه لطيفه حليمه معاك. كريمه لطيفه حليمه كل دول خلاص مشيت. كل دول ما شفتش ولا واحده منهم. لا الله لطيف ما شفتش ولا واحده منهم. كل دول كانوا محطوطين جوايا. جواكي؟ جوايا كلهم. كلهم كانوا بيحننوا قلبي عليك. خلاص خلصوا. يلا هنبدا بقى من اول وجديد ونبدا بقى. انا كنت طالبه اي ملابس جديده. دلوقتي انا عايزه فرح، فستان فرح، شبكه، وعمر دياب علشان اللي يدوس لي على طرف قلب الفرح يوم مديله بالقلم. ليه يعني؟ هتجوز الست عزيزه؟ اتجوز الست عزيزه؟ ليه يعني؟ مش حال ان انا عايش معاكي 50 سنه. انت ما انتش حاسس بايه؟ انتك ايه ده؟ ديك يا حاجه. ايه ده؟ لا ما يردنيش. لا تبيع العفش وتجيب عفش جديد من غير اذن. لا لا لا. وانا ايه يا عادل زي داخل كده؟ مش يعمل كده. وايه كمان؟ وبتقول لي ايه؟ بتقول لي انت اللي هتدفع كمان. ادفع؟ ايه المطلوب؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ شايف امك كل شويه تخش ما بيننا دلوقتي وعماله تدخل وتوقع الدنيا؟ اهو اهو عماله تتكلم وفي الاخر البيت هيتخرب بسبب امك. امي ايه يا وليه؟ انت مخبوطه ولا سكرانه؟ لما امي قاعده جنبك ايه ما بتقولش ولا كلمه. استغفر الله العظيم. اتكلمي بقى يا حاجه، وريله بقى على العذاب اللي انا عايش فيه. عرفيه غلطه. شفت العذاب اللي انا عايش فيه؟ عرفيه غلطه. حتى انت اللي انت امها. انا ما اتكلمتش. انت امها اللي امها اتكلم. اهو انا ما اتكلمتش وما دخلتش في الموضوع. ما تدخليش. امها هي اللي تتكلم. ما تدخليش. الحاجة هتجيب لنا حقها. سيد انت عارف ان انا ما بقولش انا بلاك، لكن انت بقى هتقلبي فيه. انا بيت ابويا ولا بيا؟ انا لم هدومي لحد ما يجيب لي شبكتي وفرح الجديد ويلم لي حاجتي كلها ويجيب لي سشواري من اول وجديد. وجع؟ كله. وشي ونيش وصيني وكله عليه. وجع مات. جهز شنطة امك يا ابني. ايه سشوارك ونيشك؟ ايوه. ليه يعني؟ من اول وجديد. من اول وجديد؟ اه. وانا مجبر على كده على ايه؟ ايوه. ده انا اروح اجيب موديل جديد. لما انا اتجوز ابني ده ارخص الاسعار كمان. شايف امك؟ اتجوز اجيب له عروسه جديده. شايف امك عايزه تخرب البيت؟ اجيب له عروسه تخرب البيت؟ اهو. كل ده انا ما بقولش يا حاج ولا بتكلم. اتجوزها ست اتجوزها ست ما تلاقيش. هي بقولك ايه؟ بقولك خليك يما انا ما بقدرش. من ساعه ما جاب ابويا مقومه عليا. مين اللي مقوم عليا؟ امك مقومك عليا. امي؟ اه. ومن ساعتها وانت وشك محمر كده ومزنقر، ومن ساعتها وانت قالب عليا قلبه مايله بيا الا ربنا. بكلمك بتكلمني من طراطيف مناخير. ده يرضيك يا حاجه؟ لا ما يرضينيش. يلا يما نلمي دونا. هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي الامانه. هي دي الامانه اللي انت لعبتها معايا. عايزك تبدا وانا هجيب لك حاجه. خلاص يما بصي احنا هنسمع الحاجه هتقول ايه. خلاص الحاجه اللي تقول عليها ماشي. هنسمع. بتتنططي على ايه؟ معاك اربع عيال وعايزه تجيب له. هو في ايه؟ ايه ما انا جددت له العفش. هو بجدد له العفش؟ بجدد له هو قال لي جددي. ما انا بجيب حاجه كده ليا. طب ما تجيبي ليك وخلاص وخلص. في ايه يا ماما؟ انت لاقيني على باب جامع ولا مش في ايه؟ الراجل رضي انك انت تجددي العفش. في ايه ده؟ شايف امك؟ شايف امك عماله بتتدخل ازاي وكل شويه؟ تاني امي تاني؟ هو انت البعيده عمتي؟ لا دي امك انت. انت لاقينا على باب جامع ولا في انت واقفه في صف غلط؟ لا انا ما ينفعنيش القعده دي. انا ما ينفعنيش القعده دي. ايه طيب؟ لا لا انت عصبتوني. يا ستي ايه؟ لا لا سيبيها. معلش يا معلش يا عم. وحياة ابنك سيبيها. سيبيها. لا ما اسكتي ده بقى. سيبيها. بقول لك ايه؟ سيبيها. تعالي عشان ما نخربش البيت. سيبيها. ونتفاهم مع بعض. سيبيها. بس تعالي وين؟ بقول لك ايه يا حاجه؟ لا ما نخربش البيت عشان العيال. ما انا عماله بتعلم مرضتها اهو. هي مش جدتي تلعبش مش مشكله. خلاص خلاص. تقف وسط بيتها والعيال. لا ما ينفعش. قفلي بقى. لا ما ينفعش كده. لا تعالي يا حبيبتي اقعدي في وسط بيتك وعيالك وجوزك. يا ابني تعال تعال انا هرضيك ولاد امك. تعال تعال خد بص. ايه ده؟ ايه شيك كمان ولا فاتوره؟ لا والله صوره عروس. صوره عروسه؟ اه بجد. خليها هي بقى تاكل في نفسها. الحاجه الجديده دي؟ اه خد. تعالي يا بنت اقعدي في بيتك وريحي نفسك. لا دي صوره عروس. دي العروسه الجديده؟ جميله جميله؟ اه. بقول لك ايه يا حاجه؟ ان ده بنتك انا موافق عليها طلباه. امسكي امسكي. طب لما انت موافق مدخلنا ليه؟ مدخلنا وقعدنا عمالين ندعم. انا فاكرك جايبه لي حته مقلوظه جميله شابه كده. ده دي هتربيها على قدك
اربي مين وريل مين؟ ده تسد النفس. لا يا شيخ حرام عليك، انا عندي ادفع فرح جديد واعملها ليا عايزاه. خلاص ريح مراتك وجيبها وتقعد معانا. يا شيخ ارحميني انت كمان، انا سايب لكم البيت وماشي.